واحدة من الأمثلة المهمة جدا برضو اللي لازم نحطها في اعتبارنا لما يكون في عندي multiple decay path. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي دلوقتي الحاجة اللي عندي دي مش بتقلب ميكانيزم واحد، بتقلب كذا ميكانيزم او بتزيد بكذا ميكانيزم. فهنا هنلاقي ان الايكويشن مثلا كمثال لو في عندي ثلاثة بروسيسز شغالين في نفس الوقت، الواي دي بتقل عن طريق توب ثلاثة بروسيسز، واحدة فيهم كونستنت بتاعها بي واحد والتانية بي اتنين والتالتة بي تلاتة. في الاخر effectively هم كلهم مع بعض كده بيشتغلوا، يعني ممكن اقول ان في effective بي بتعبر عن الثلاثه البروسيسز اللي هم شغالين ان بارلل دول. طبعا ممكن اتخيل ان هي كل ما كان عدد البروسيسز اكتر كل ما كان البي بتاعتي هنا اكبر، وبالتالي كل ما كان الديكي بيبقى اسرع. اوكي الكلام ده بالظبط لو انا بصيت على الهاف لايف بقى اللي هو مختلف شويه عن البي اللي هو يعني حاجه عكسها تماما. هنا بي بتساوي بي 1 زائد بي 2 بي 3 زائد بي 3. فمعنى كده لو انا فاكر الايكويشن بتاعت الهاف لايف، الهاف لايف تايم اللي هو التي 1 هاف كان بيساوي 0.693 على بي. فمعنى كده ممكن اقول برضو بنفس الطريقه ان البي بتساوي 0.693 على تي اللي هو الهاف لايف. لو تخيلت البروسيس الاولاني الهاف لايف بتاعها تي 1 والثاني هاف لايف بتاعها تي 2 والثالثه الهاف لايف بتاعها تي 3 والافكتيف هاف لايف بتاع كل البروسيسز تي، فلاقي ان الايكويشن دي بتتحقق، لان هنا الكلام ده بيساوي بي، الجزء اللي هنا دوت ده بيساوي بي وده بيساوي بي 1 وده بيساوي بي 2 وده بيساوي بي 3. فمعنى كده ان 1 على تي هو عبارة عن 1 على تي 1 زائد 1 على تي 2 زائد 1 على تي 3. يعني بمعنى صح اكن الثلاثة لو في عندي ثلاثة بارلل ريزيستورز اوكي هيبقى نفس الايفكت بتاع الايفكتيف ريزيستنس اللي بتاعت بارلل ريزيستورز هي بتطبق هنا بالظبط. يبقى معنى كده ان الهاف لايف اللي هو بتاع المجموع بتاع كل الديكي باثس اللي ممكن يمشي فيها او كل طرق الديكي اللي ممكن تحصل لازم هتبقى اقل من اقل واحدة في دول. اوكي فالايكويشن دي مهمه جدا عشان بيها بنقدر نحسب الهاف لايف بتاع كذا ديكي باث من الحاجات اللي بتحصل لنا. يعني كمثال لو انا بتخيل مثلا ان انا عندي عايز اشيل اليوريا من جسم الانسان، مثلا في عندي ميتابولايت اللي هو اليوريا ده عايز اشيله. اوكي لو فرض انا دلوقتي ده بيفقد عن طريقين، اوكي ممكن بيفقد عن طريق او بلاش اليوريا عشان تبقى اصعب شويه، ممكن اتخيل الميه. اوكي الميه ممكن تفقد عن طريق انها لو انا حاطط البيشنت بتاعي ده على مكنه دايليسيس، وممكن لو كان البيشنت ده بيعرق مثلا. اوكي العرق ده بياخد جزء من الميه والدايليسيس بياخد جزء من الميه، فمعنى كده هما الاثنين تو بروسيسز هما الاثنين بيشدوا ميه من الموجوده جوه جسم الانسان. اوكي فمعنى كده ان الافكتيف بروسيس هيبقى فيها مالتيبل ديكي باث، يعني هتبقى اسرع من اي واحده فيهم على حده.